زي ما قلت لكم مهمتكم هتكون صعبه جدا. انا واثق منكم هتجيبوا معايا، عشان كده لازم تتعاون ولازم تجيبوا معايا. هينا لكن احنا الكوره دي ما عندنا معاش على يا اخي. يا اخي قال لك انت داخل تلعب كوره منو يا اخي؟ ما في زول طلب منك تلعب كوره، انت هتكون مشجع. مشجع. طيب المطلوب مننا بالضبط شنو؟ ايوه مطلوب منك اول حاجه ما تتضايق. انت لما خدت الغداء ما بتتضايق. بتجي ترهق وتقوم. حصل انا يوم سالتك من غدا؟ حصل سالتك قلت لك ماشي وين جاي من وين؟ ما تتضايق ليه؟ المطلوب منكم يا اخواننا انكم تكونوا مشجعين. طبعا انتوا عارفين انه انا امبارح مسكت فريق الحر. طيب يا اخي يا اخي ما كرمناك يا اخي واحتفلنا بيك ولبسناك وشا توني شنو؟ ما كفايه يا اخي ما كفايه، لازم تجيبه معي للنهايه يا اخي. انت حدد يا اخي، حدد انت داير مننا شنو؟ ايوه احدد ليه؟ انت ذاتك ما تتضايق برضه. ما بتضايق. شفتها؟ انا دايركم تتوزعوا في المدرجات، تتوزعوا في المدرجات وتهتفوا. اذا واحد من اولادي لعب باص صح تكوركو كيمو كيمو كيمو. اوكي اوكي انا وقعت لي، يعني نخش الكوره ونشجع الخور الخور الخور. لا ما وقعت لك، ما وقعت. انت تخش الكوره صح لكن ما تشجع الخور. قلت لك اذا واحد من اولادي لعب باص صح انت عليك تكوري تقول كيمو كيمو كيمو. لو واحد من اولادي جاب جون ولو بالغلط برضو هتكوركو كيمو كيمو كيمو. طيب لكن احنا ما نشجع الخور، نشجع الاستاد يعني ولا نشجع منو يعني؟ انت يا سيد تشجع تقول كيمو بس. طيب يا اخو جاب الجون ده مش اللاعب؟ نقول اللاعب ولا نقول لك انت؟ شنو؟ انت الزول ده داري كوينه ولا شنو؟ اللاعب ده ما عنده مدرب؟ عنده. طيب المدرب ده منو؟ كيمو. طيب يا اخي واحد اثنين ثلاثة ها كيمو كيمو اكا اكا ما في كيمو بس اكا ما في اكا ما في ما في. خلوني انت يا جماعة تفضل العربية تحكك في الزلط ده شفتها لما نروح ها واحد اثنين ثلاثة ها اكا كيمو دن 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 كيمو دن 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 كيمو خلاص خلاص انا تمشي لا تمشي تمشي ما خلاص انك كشتينا يا اخي فينك انت من قاعد في البيت ده لك 20 سنه دفعت ايجار تلعب في كشتينا 24 ساعه اسكت ساي يا اخي. طيب بعد كده هنشوف مزاد التحكيم ها التحكيم ماله يا كوتش يا كوتش التحكيم دي ما داير لا بروفة ما داير لا اي حاجه يا اخي. ده كلام عام ساكت منو قال لك يا اخي؟ ده كلام بتاع عوام منو قال لك ما داير بروفة؟ اي كلام عنده اساس واي كلام عنده كلام واي كلام عنده طريقه. نعم هنقول التحكيم فاشل عشان نرعب الاستاد ونرعب الحكام عشان يمشوا كويس مع بعض. معروفه يا اخي. ايوه التحكيم فاشل. نعم فاشل. لا فاشل براء والتحكيم براء ما تقولوا لي سوا ما تقولوا لي سوا. التحكيم فاشل لازم ألقى في فريق يعني فتفتة يعني شنو فنطة يعني حس بيها. نعم لا اله الا الله محمد رسول الله. وعينك ده البرد عديل وعينك بردا خدرا. هسه ده كان فول مصلح كان قعدت لي كويس. ها ما تنضم يا اخوان ده الله يبي يحرقك. حصل اليوم انا سالتك من قروش الغسيل قاعد تطلع هدومك بيجي الولد بغسلهم بدفع لك انا. حصل اسكت ساكت. ها واحد اثنين ثلاثة التحكيم مالو فاشل. يلا ها 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 واحد اثنين ثلاثة ها التحكيم فاشل التحكيم فاشل. غلط يا اخي انت بالذات صوتك بلا هاي يا بلا هاي سامعني يا بلا سامعك انا صوتك نشاز يا بلا. انا صوتي جدا لكن انا صوتي نشاز لكن هذا الرحله دي ما مرقت يا اخوان. لا 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 الموضوع ما ساهل. انا كلمتك وقلت لكم لازم تجيبوا معي ها مع اخر واحده التحكيم فاشل. واحد اثنين ثلاثه ها اكزامبل اكزامبل ايوه اكزامبل التحكيم فاشل. فاشل دي لازم تحس بيها يعني القى فيها فشل زاد. ايوه ها واحد اثنين ثلاثه ها التحكيم فاشل ها التحكيم فاشل التحكيم. لحظه واحده دي موية ملح عشان شنو؟ عشان الحلوق دي ما تجرح وما تتأثرك. يلا واصل مع بعض واصل مع بعض تحكيم فاشل ها واحد اثنين ثلاثة ها التحكيم فاشل التحكيم فاشل التحكيم فاشل واصل التحكيم فاشل التحكيم فاشل.
بالمناسبة أنا هلعب بخطة ما حصلت. أول حاجة هخلي الديفنس والهجوم يتحركوا مع بعض، وفي نفس الوقت يكون في كونتر اتاكس متابعهم. دي ما حصلت قبل كده، شفت كيف؟ واحد. اثنين، كل اللعيبة اللي عندي عملت لهم حماية من الريفلكشن بتاع الإضاءة، يعني في عدسة سوداء لاصقة احتمال زميله ما يشوفه، خليك من الإضاءة. يعني دي من الحاجات المهمة جدا اللي أنا لاعب عليها. برضو أنا اللعيبة أديتهم حبة الحصان، يعني عندك قرد ده جاري من هزي، يعني الحلة كلها ساكاوة عشان يجيبوا له المعسكر ما لاقين طريقة يلموا فيه. اطمئن، الثلاثة نقاط عندك، اللعيبة دي حيلعبوا بكدارات الكدايس بتاعتك لاب، دي ما حصلت قبل كده. أيوة، غيرت الكدايس كلها كلاب وكلاب شرسة. أخسر المباراة بخمسة صفر، ما أسمع التحكيم فاشل ولا مرة. ها؟ ما تكلم، ردوا، نزل الدارك. أنا قلت نزل الدارك، ما قلت قبل جاي أرجع محلك. يدينك تعيد وخليه فوق، يدينك تعيد وانت هناك قبل كده. ردوا مالكم، ما تكلموا. صوت راح. صوتك راح؟ راح وين؟ قال لك صوت راح. راح صوته. صوتكم وين؟ يا كوتش. هاي؟ البروفة روحت صوتنا. البروفة روحت صوتك؟ طيب كويس كويس. كويس دقيقة. نمشي. يدارك فوق. ارجع فوق، يدارك فوق. ارجع فوق. طب شوين؟ انتوا ما تتكلموا معه. اسمع. يلا معاي سوا، يلا مع بعض، واحد اثنين ثلاثة، التحكيم فاشل.